ايديها دايما كده رافعين راسها وقت الشدة قدها وقدود بيبيعوا الدنيا في حبها مهما تطلب من حقها ان شاء الله حتى في ده نموت. انتصار واللي يجي عليكي ما يطلع لوش نهار حسينا بطعم الفرحة لما عملوها ولادها رجعت فرحة 80 مليون كلنا واقفين في صفها وفرحنا معاها فرحة علشان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتوجه بكل التحية والإعزاز لأرواح الشهداء. أهلا سلام وتحية لمصر يا واخدة تملي على البطولات كل مصر معاك في مصر ورجالة في كل الأزمات يا مصر الله عليكي دايما في انتصار واللي يجي عليكي ما يطلع لوش نهار